الزائر لنادي شهداء بنغازي للفروسية يندهش من الحيوية والنشاط الذي يتمتع بها النادي وهذا الزخم الكبير الذي يلف جانبته. أطفال صغار من الصبية والفتيات يعتلون صهوات جيادهم وينكبون على تدريباتهم بكل نشاط وحيوية تحت مراقبة ذويهم الذين لا يفوتون حضور الحصص التدريبية لأبنائهم. مسابقات كثيرة ينظمها النادي على المستوى الليبي ويشارك فيها الفرسان الصغار، حيث تتنوع التدريبات من القفز على الحواجز وهي الرياضة الأنيقة التي تشد الصغار والكبار على حد سواء. نرى الصغار وهم يتدربون على اجتياز الحواجز العالية دون رهبة وبكل شجاعة، ونرى تشجيع آبائهم على هذه الرياضة رغم ما يعتريها من مخاطر، فأحفاد المختار يعتزون بركوب الخيل مهما بلغت صعوبته. تحصلت على عدة الترتيب الخامس، إن شاء الله نكون مباريات قادمة ترتيب أحسن من اللي جبتن، وتصدرت دوري مرجانة 2019 فئة الناشئين، وأنا توا أصغر فارسة في النادي، إن شاء الله نجيب ترتيب أخرى. مدير النادي الذي تأسس منذ 4 سنوات يقف بفخر وهو يراقب تطور الفتية والفتيات في كافة مجالات رياضات الفروسية، من قفز الحواجز إلى سباقات الخيل ومسابقات جمال الخيول. النادي يسعى مستقبلا ضمن خطته لتوسعة نشاطه ليشمل الرماية والسباحة، يدشن قاعدة رياضية صلبة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا. كيف ما شفنا مع بعضنا وكيف ما شفتوا انتم التدريبات اليوم كانت تدريبات للبنات خلال شهر رمضان، وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون فإن النشاط الليلي للنادي في ازدياد، فالتدريبات والمسابقات تجرى على قدم وساق، وإقبال الأطفال على هذه الرياضة بتشجيع ذويهم يزداد يوما بعد يوم، إيمانا بمقولة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. يقبل صغار السن في بنغازي للالتحاق بنادي الفروسية الذي يقدم التدريب لهؤلاء الأطفال على رياضة قفز الحواجز ورياضات مختلفة أخرى مرتبطة بركوب الخيل خاصة الشعبية منها. عوض البرغثي، الغد، بنغازي.